اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده عايزين نتكلم عن ثلاث غلطات انت بتعملها بتقفل اي بنت منك. يلا بينا. Thank you. فكرة احنا رايحين دبي مول من دلوقتي تقريبا الساعة 3، وغالبا كده بيقفلوا الابواب على 7 8 اللي احنا سمعناها يعني. فعشان النهاردة نيو يير فممكن يبقى الدنيا زحمة قوي، ممكن نقعد لحد بالليل، فلسه مش عارفين. Show me how many steps we did. 1711 ستيب. رياضة يا اخوانا، رياضة. المهم بعد ما بعدنا عن الزحمة نقول أول غلطة، الاستعجال. مستعجل تقابلها، مستعجل تدخل تكلمها، مستعجل لما تشوفها تاني، مش تقلان. التقل هنا بيبقى حلو جدا، ما تستعجلش. حاول برضو تتكلم اقل، تسمع اكتر، تشوف هي بتقول ايه، وتخليك اكتيف ليسنر، بيحبوا جدا الموضوع ده. طبعا هنا هتحضرني مشكله لما بنزل بدري اي يوم، انا جعت ملناش غيره. اخوانا الناس اللي مستغربه انا باكل فاست فود كتير ليه، انا ببقى قاصد اصور في اليوم الفري عشان اكل براحتي واروح اي حته براحتي. وطبعا طلبت ايه؟ بيج ماك حبيب قلبي. جو يو شود ليتس جو اوكي. ابي طلب مشروب تقريبا ايس تي مش عارف منين، محروق قوي على 15 درهم وطعمه زي الزفت، فراح دلوقتي يشتكيه. ماشي ماشي راسب. ده كسف، ده كسف خلاص. انا رجعت في كلامي. anyway تاني غلطة، مش مهتم بنفسك. انك تهتم ان ريحتك تبقى كويسة، ريحة بقك كويسة، نظافة سنانك، نظافة جزمتك، شكلك كله متهندم، تسريحة شعرك، الحاجات دي اساسية وسهلة ما ينفعش تفوتك. افتكر دايما الانطباع الاول هو اهم انطباع، ما بتاخدش فرصه تانية عشان تعمله. اساسيات زي دي بما اننا نتفرج على مكاوي ما ينفعش تفوتنا. رايحين دلوقتي نحاول نخش كده مع العامة، يعني نحاول نسفلق ونخش من غير ما ندفع، هنشوف. طلعنا برا هنلف للموضوع من حوالين برج خليفة، يعني بنتعامل، بس يعني أشك الموضوع هينفع، بس يلا. إخوانا سلكنا، مي أند أبي وي بوث جات إن، وي فايند أ واي، وي جوست جولز. أوكي، ولقينا بنتين، دخلنا قلنا لهم بيدخلوا فاميليز وكوبلز بس. ودخلنا عليهم دي عشان نتكلم، فالحمد لله استيقنا، الحمد لله. دي مشكلة انك تقعد مع هندي في البيت. اسمعوا، مش فاهم اي حاجة. 24 ساعة الرغي ده. ودايما بيعملوا كده كده اللي هو ده. عنده والله بحبه، بس يعني متعب. بالكل بالكل بالكل. 24 ساعة كده
24 ساعه ما بنامش. المهم دخلنا خلاص الحمد لله والناس كلها قاعده على الارض اهو مستنيه الفاير شو البرج اهو. قدامنا بتاع 4 ساعات قبل ما الفاير شو يبتدي، فهنقعد على الارض زي الناس كده وزي ما الشباب قاعده كده. المهم نيجي لتالت غلطه ما بتسوقش الليله، مستنيه هي اللي تقولك تعمل ايه، مستنيه هي اللي تقولك تقضي اليوم ازاي، تروح وفين، مستنيه هي اللي تاخد القرار. لازم انت اللي تسوق الليله، تسوق اليوم، تسوق العلاقه لو الموضوع اتطور، انت اللي تاخد القرار، ما تستناش حد يقولك تعمل ايه. المهم ابعد انت بس على الثلاث غلطات دول وغالبا هتبقى في السيف سايد. الموضوع الباقي كله شويه تاتشات بسيطه هتاخد لفه في القناه وهتعرف تعمل ايه. عامه بما ان الدنيا زحمه ومش عارف اتحرك نقفل الحلقه هنا بقى. لو وصلت معايا لاخر حلقه انت على راسي من فوق، اعمل لايك. لو لسه ما عملتش سبسكرايب مستني ايه؟ بننزل حلقات زي دي كل اسبوع، وزي ما بيقول كل حلقه حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم انت الاول، خليك على وضعك. يلا بينا.